سلام، الله شارك معكم في طول روجة الدراري. كما شفت في رمضان ما كناكلوش بزاف الخضره. المهم هنا درت الثومه، درت القزبره مع النوس، درت السيد، درت التحميرات، درت الخرقوم، شويه البزار. وهنا كما كنشوفوا كنسلق الخضره ديالي، حيت هاد الخضره مش كتكون شويه مجهده. وكنرجع لديك العطريه اللي درت كنقسم فيها البصله، كتكون ديك بصله صغيره كنقسمها على جوج. وكنرمي الخضره، اي خضره عندكم ممكن تفوروها اللي كيبغيو الدراري. شطمرتها مزيان، فورتها، ودابا كنرجعوا للتحميره اللي غنعمر بها البيض. كما غتشوفوا معايا طريقه سهله صراحه وزوينه. الفلفله، المهم اي حاجه بغيتوها. درت انا الفلفله الحمراء والخضراء، المهم كما كتشوفوا معايا، وسرحتها مزيان بحال هكا، والشامبينيو حتى هو. وكنخلط البيض وكنديرو من الفوق بحال هكا، وكندير الخبز ديال الطاكوس حتى كطيب من التحت، وكنقلبها. وكندير الفرماج، وندير المهم الجومبو، ولا ديروا الكفته، ولا ديروا الدجاج، ولا ديروا غير الفرماج نتوما كاع، المهم اللي عجبكم. وكنحمروها من هنا ومن هنا، وكنحطوها في الطبيسه مع الشيوط الخضراء. صراحه كتجي هائله، كتجي زوينه وبالصحه والراحه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.